صار انه جابوا لنا اخبار قبل سنه اخبار وقدمنا فيها على المحكمه اخبار وقبلوا وعطونا من احترازي فيها. بعد فتره خلص محمد اطعنوا في القرار وجابوا لنا اخبار هدم وعاولنا طعنا برضو ما رضوش بالطعن الجديد طلعوا قرار رسمي فيها نهائي. واليوم فاجانا في مسرحيات بدون سابق انذار انه مش يهدوا يعني لا خبرونا بنا يجي نهيد ولا اعطونا تاريخ. فجأة ما شفناه من المنزلين في الواجر وبلش يهيد زي ما تشوف. البيت مكون من طبقتين كل طبقة 235 متر تكلفته يعني زي ما تشوف يعني تكلفته عالية شوية تكلف وبعوض الله ما بعوض حسب الله ونعم الوكيل. بس الليلة المستوى معنا هيك هذا الليلة ما بنقدرش نحكي ولا اشي عوض الله.